وفي الوقت الذي تهدد فيه جماعة الإخوان الإرهابية بإشعال البلد، التعامل في هذا التوقيت مع هذه القضية تحديدا بمثابة مهمة وطنية قامت بها السلطة المعبرة عن ثورة 30/6 والتي حمت 30/6، إلا أن جماعة الإخوان وقناة الجزيرة وكل الأزرع الإعلامية المتعلقة بالجماعة الإرهابية تحاول استغلال واستثمار ما أسمته تسريبات لمكالمات مسجلة، وصفتها النيابة العامة بعد ذلك في بيانها بأنها مختلقة ومصطنعة، وأنها ستحقق فيها وستلاحق كل من يتناولها ويتداولها. ولذلك لن نناقش قضية التسجيلات التي تدعي الجماعة الإرهابية أنها مسربة، وتؤكد النيابة أنها مصطنعة ومختلقة وتحقق فيها. لكن صباح اليوم حتى في المحاكمة، خلال محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وطوال الساعات القليلة الماضية، حاولت جماعة الإخوان إثارة قضية مكان احتجاز الرئيس المعزول محمد مرسي، على اعتبار أنه لو كان هذا المكان ليس قانونيا فده يبطل القضايا ويبطل كل القضايا. هل ده صحيح من الناحية القانونية؟ هنتحدث فقط عن مكان احتجاز الرئيس المعزول محمد مرسي مع ضيفية الدكتور محمود كوبيش، أستاذ القانون الجنائي، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة. دكتور محمود، أهلا بيك. سابقا أستاذ سيد حامد، المحامي بالنقض ومحامي الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية. أستاذ السيد، أهلا بيك. أهلا بيك صدق. وحيبقى معانا كمان على الهاتف المستشار حسني الأنصاري، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة. سيد مستشار، أهلا بيك. طيب انقطع. طب هاتولنا السيد مستشار. طيب نشوف هذا التقرير عن محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، وبعدها نبدأ في نقاش القضية. طيب قبل ما نبدأ النقاش، عايز أقول لكم انضم إلينا حازم رمضان تاني الطالب، لأن الحقيقة البعض عايز يعلق على قضيته، فهو هيبقى معانا، وأيضا هنتلقى بعض التليفونات والبعض عايز يعلق على قضية حازم رمضان، وهي دعوة يا جماعة، دعونا نناقش النشأ والتلاميذ، دعونا نناقش الطلاب، ولا يجب أنه صحيح الحسم في تطبيق اللوائح والقوانين مطلوب، لكن انه القصف والتعسف الشديد خاصة في هذه السن تحت